ملي على الاصلاح نتاع الضريبه على الدخل وكيف جاء في قانون الماليه فهو اصلاح شامل تنازل او لا اعطاء الزوج تاع المليار و400 ماشي هو الزياده في الاجور مع عمر كان الاصلاح نتاع الضريبه على الدخل هو الزياده في الاجور وهذا هو الخلط اللي كاين الاصلاح نتاع الضريبه على الدخل لان الى حولنا الضريبه الدخل كلها هي غادي تعطي واحد 300 درهم لكل موظف وما نساوش بان 67% من الناس الاجراء ما تيخلصوش ضريبه على الدخل دوك حتى الا حيدنا هاد الضريبه على الدخل كلها يلا الثلثين اللي غيستافدوا اذن عن اي تحسين اللي الدخلين نتحدث فينا هو غير الثلث اللي غيستافد 67% ما غيتزاد لها حتى درهم دونك ملي تتصلح الضريبه على الدخل اكيد ان ما تيستافدوا منها الا الناس اللي تخلصوا الضريبه على الدخل سميتها الضريبه على الدخل وتتعني الا 33% في الناس وهذا الاصلاح اللي داروا تيسوا زوج د المليار و400 في 8% من العائدات نتاع الضريبه على الدخل اذا الدوله بشكل ارادي وفي اطار اصلاح الضريبه على الدخل اللي شنو فيه قلنا غنعودو دوك الناس اللي كنا كنديروا لهم لا روتوني ا لا سورس عند المنبع وكانوا مثاليين في تاديه الضريبه ولا بد فهاد الاصلاح كيجي في القانون الاطار نرجع لهم شي حاجه هي 8% والناس اللي كانوا كيديروا لا ديكلاراسيون وما كانوش اكزومبلار غادي نديرو لهم لا روتوني ا لا سورس حتى هما باش نضمنو العداله الضريبيه اذا باش نكونو واضحين لم ولن نتحدث في اي وقت من الاوقات على ان الضريبه على الدخل هي الزياده في الاجور الزياده في الاجور راه عندها المعالجه نتاعها هذاك الطبيب اللي زدنا له 4000 درهم راه حتى هو غادي يستفد من داك الضريبه على الدخل وهذاك الاستاذ اللي زدنا له 1000 العالي كل سنه 3000 على 3 سنين حتى هو غادي يستفد الضريبه على الدخل فالاصلاح نتاع الضريبه على الدخل لا يعني ولم يعني والحكومه في هذا الشيء تحسين الدخل راه اليوم انا قلت لكم مش نخسرات 9 مليار و200 واغلى واعلى مستوى نتاع الحوار الاجتماعي اللي كان في التاريخ كان هو 14 مليار ما رحناش بعد راه غير نزيدوا التعليم اللي راه تيناقص شي السي شي شاكي بن موسى غادي نوصلوا للحدود نتاع الحوارات الاجتماعيه